هنتكلم عن موضوع ميزانية البنك التجاري وإيه مكوناتها وإزاي نقوم بإعدادها. يعني إيه تحليل اقتصادي لميزانية البنك التجاري؟ التحليل الاقتصادي معناه إنك بتحلل جوانب الميزانية المختلفة عشان تعرف أهمية الأنشطة اللي بيقوم بيها البنك، نقاط القوة والضعف، نتائج التحليل المالي، الربط بين الربحية ونتائج أعمال البنك. زي ما احنا شايفين الميزانية قدامنا، على اليمين جانب الأصول، على الشمال جانب الخصوم. الأصول في الجانب الأيمن مكونة من الأصول النقدية أو الأكثر سيولة إلى الأقل سيولة، بتبدأ من النقدية حتى الأصول الثابتة والأصول الأخرى، والخصوم بتبدأ من رأس مال مدفوع والاحتياطات والمخصصات حتى نصل إلى الخصوم الأخرى. طبعا الأصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. لما نيجي نعرض جوانب الميزانية، أول حاجة الأصول، عندنا أول حاجة النقدية اللي عند البنك، ثانيا الأرصدة لدى البنك المركزي، أو ما نسميه الاحتياطي أو نسبة الاحتياطي القانوني. ثالثا أرصدة لدى البنوك الأخرى، ثم رابعا شيكات وحوالات تحت التحصيل، ثم أذون الخزانة. سادسا الأوراق التجارية المخصومة، ثم الأوراق المالية الحكومية والأوراق المالية والاستثمارات العادية. بعد كده هنلاقي القروض ثم الأصول الثابتة. نيجي لجانب الخصوم، هنلاقي أول حاجة حقوق الملكية اللي هي رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح المحتجزة أو غير الموزعة. بعدها هنلاقي الودائع بأنواعها سواء بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية، ثم المخصصات اللي بيكونها البنك سواء ديون مشكوك في تحصيلها أو مخصصات هبوط أسعار أوراق مالية أو إهلاك أو غيره، ثم أرصدة لدى البنوك الأخرى والمراسلين. بالإضافة إلى الاقتراض من البنك المركزي والشيكات والحوالات المستحقة والالتزامات الأخرى قبل العملاء والأرصدة الدائنة الأخرى. بعد ما شفنا ميزانية البنك جانبي الأصول والخصوم، تقدر لو أنا اديتك بيانات ترصد الميزانية. بالنسبة في مشكلة تانية بتواجه البنوك وهي المعضلة الثلاثية. يعني إيه المعضلة الثلاثية؟ يعني عندنا حاجة اسمها السيولة، الربحية، الأمان. السيولة هي قدرة البنك على سداد التزاماته. الربحية هي قدرة البنك على تحقيق عائد صافي. الأمان هي قدرة البنك على امتصاص أي خسائر وتأمينه ضد أي مخاطر. الحقيقة إن إحنا بنلاقي تعارض ما بين السيولة والربحية، كلما زادت السيولة بتقل الربحية. في تعارض بين الربحية والأمان، كلما زادت الربحية قلت الأمان أو زادت المخاطر، وهنا بتبقى فيه معضلة ثلاثية بتواجهها البنوك.
عليك إنك تحل الحالات العملية اللي إحنا اديناها قبل كده لترصيد ميزانيات البنك، وإنك تقرأ ميزانيات البنوك وتبتدي تحلل وتشوف نتائج الأعمال وطبيعة نشاط كل بنك والأرباح اللي هو بيحققها.